ينتمي الباذنجان إلى عائلة الباذنجانيات وإلى جنس السولانو ميلونجينا. والباذنجان نبات معمر في المناطق الاستوائية، حولي في المناطق المعتدلة. يتميز الباذنجان بتنوع كبير في حجمه وشكله ولونه. التلقيح. زهرة الباذنجان هي زهرة ثنائية الجنس، أي خنثوية، وتقوم بالتلقيح الذاتي، ما يعني أن الأعضاء المذكرة والمؤنثة موجودة في نفس الزهرة وأنها متوافقة. يمكن أن يحدث التلقيح أو التهجين بين الأصناف، ومع ذلك فإن تواتر حدوث التصالب يختلف اعتماداً على البيئة المحيطة وعدد الحشرات الملقحة. بالنسبة للنباتات التي تنمو في المناطق المحمية جداً من الريح، يمكن هز النبات باستمرار خلال مرحلة الإزهار للمساعدة على التلقيح. من الأفضل ترك مسافة 100 متر بين الأنواع المختلفة لنبات الباذنجان عند زراعتها، وذلك لتجنب التلقيح المختلط الهجين. يمكن اختصار المسافة إلى 50 متر في حال تواجد حاجز طبيعي كالسياج النباتي. في المناخات الاستوائية نحتاج إلى مسافة 1 كيلومتر بين الأنواع المختلفة من نبات الباذنجان. يمكن استخدام ما يسمى بالعزل الميكانيكي كاستخدام الناموسيات. يمكن مراجعة الفصل الخاص بتقنيات العزل في إنتاج البذور. دورة الحياة. يتم قطف الباذنجان المزروع بهدف إنتاج البذور بنفس الطريقة التي يتم فيها قطف الباذنجان المزروع من أجل الطعام. لضمان تنوع وراثي جيد، من الأفضل زراعة بين 6 إلى 12 نبتة من كل نوع. يحتاج الباذنجان الكثير من الحرارة لينمو بشكل جيد، لذلك يجب أن يكون أوان البذار موافقاً للتاريخ الذي يمكن فيه زراعة النبتة في الخارج. حالما تزهر الأزهار ستحتاج من 60 إلى 100 يوم، وذلك بحسب النوع، كي يمكن استهلاك الثمرة. لكن يجب الحذر، البذور ليست جاهزة في هذه المرحلة بعد. يتم اختيار النباتات المخصصة من أجل إنتاج البذور من بين النباتات الصحية والقوية وتلك التي تمت مراقبتها طوال فترة نموها. بالنسبة للنبات، يجب الانتباه إلى النمو النشط والمنتظم وتواجد عدد كبير من الزهور والثمار حسنة النمو وقدرة جيدة على التأقلم مع المناخ البارد.
أما بالنسبة للثمار، يجب اختيار تلك التي تتميز بنكهة طيبة وبشكل مثالي حسب النوع والحجم الأمثل واللون الداخلي ولون القشرة وانعدام المرارة في الثمرة وسماكة القشرة. يجب عدم اختيار الثمار بهدف جمع بذورها من تلك المقطوفة مسبقاً، حيث لا يتيح ذلك مراقبة كل خصائص نمو النبات. يجب تجنب اختيار النباتات المريضة من أجل إنتاج البذور. عند النضج الكامل تصبح الثمرة طرية ويتغير لونها، يصبح الباذنجان الأبيض أصفر، ويصبح الباذنجان البنفسجي بنياً. إن لم تأخذ الثمار الوقت الكافي للنضج بشكل كامل وهي على النبات، يمكن وضعها في صناديق خشبية في مكان بارد وجاف لاكتمال النضج. الاستخراج، الفرز، التخزين. من أجل استخراج البذور يتم اختيار الثمار الناضجة بشكل كامل وغير المتعفنة منها طبعاً. هناك طريقتان لاستخراج البذور. للحصاد الصغير تقطع ثمرة الباذنجان إلى 4 قطع وتستخرج البذور بواسطة سكينة. للمحاصيل الأكبر يقشر الباذنجان، يقطع إلى مكعبات، يوضع في وعاء من الماء، يضرب الباذنجان بالخلاط لعدة ثوان. ستستقر البذور الجيدة في قاع الوعاء. يمكن التخلص من طبقة لب الثمرة وما تبقى من القشرة والبذور غير المكتملة بواسطة مصفاة. تؤخذ البذور الجيدة وتنظف جيداً في المصفاة تحت مياه جارية. من المهم بعدها تجفيف البذور خلال 2 على الأكثر. توضع البذور في مصفاة أو غربال ناعمين أو على طبق، ثم في مكان جاف دافئ ومهوى بشكل جيد بين 23 و30 درجة مئوية. بالنسبة للكميات الأصغر تستخدم الفلاتر الورقية المستخدمة في آلات القهوة، حيث تمتلك هذه الفلاتر قدرة عالية على الامتصاص ولا تلتصق البذور بها. يوضع مقدار ملعقة شاي مع البذور في كل فلتر. تعلق الأكياس على حبل نشر غسيل مثلاً، في مكان جاف مهوى وظليل. يكتب اسم الصنف والنوع وسنة الإنتاج على قطعة ورقية وتوضع داخل الكيس. يساعد وضع البذور في الثلاجة لعدة أيام على قتل اليرقات الطفيلية. قدرة بذور الباذنجان على الإنتاج هي من 3 إلى 6 سنوات. لإطالة المدة توضع البذور في الثلاجة.